لو خد بالك هتلاقي في صور كتير كلوزات، وبعدين مش لازم يعني انت مثلا الساري بتاع العالم كيكه كنت تقلله، او كان ممكن تعملها مش محترف يا فندم، مش محترف في الفوتوشوب. يعني تقدر الصوره تبقى موجوده تعملها فوتوشوب بشكل معين وتطلع صوره هو حلوه. هو جت حد كده استاذ جمال علي قال لهم طلعوا لي العلم. انما ملاحظه فعلا في محلها. ليك تعليق على قصه رمضان صبح اللي اثيرت دي؟ انا كنت اتكلمت عنها انه الاهلي وان في الفرجه ممكن تبقى قريب والكلام اللطيف ده. انا لو سافرت اربع سنين ورجعت في ثلاث اربع قصص دول شغالين عليهم هيتقالوا بس ما لهمش نتائج. عبد الله السعيد مضى في الزمالك، رمضان صبحي اخر سنه وفي احتماليه ان هو يروح الاهلي او يرجع الاهلي، او كمان لو ما راحش الاهلي هيروح الزمالك. دي القصه اللي احنا شغالين فيها. الخناقات بتاع الدوري دول الثلاث اربع حاجات. سافر بره خمس سنين وارجع لو ما لقيتش دول ادي لك اللي انت عايزه. خدري. لا انا شايف ليه، لا والد ان عبد الله سعيد يلعب الزمالك سنه ولا حاجه. وارد. لا مش زي بتكلم على الاهلي. ما انا بقول لك، لا انا بقول على عبد الله سعيد على الزمالك. وارد عبد الله سعيد وارد او حتى رمضان الزمالك، وخصوصا ان هو لغايه دلوقتي ما جددش مع بيراميدز، ولا بيراميدز جددته في ال وبيمضي سنه بسنه. ولا كلمه في التجديد. وارد. ما بقولش اكيد بس وارد. قصه رمضان صبحي، اصل هي برضه لما تتكلم على رمضان صبحي، هو رمضان صبحي ما عملش الجريمه التي تختار. اشمعنى رمضان صبحي؟ لا ما احنا نختلف ونتفق على الموقف. لا ما انا بقول لك ايه، لا انه يرجع. ما انت بتسامح، سامحت امام، ممكن تسامح رمضان. لا امام مش إيه؟ عايزين نخش في ليه نخش ليه ما خش جدليه ما خشش ليه امام نخشش ليه. الاستاذ محمد ضماطي قال وجهه نظر المجلس في تويتر. ما يا فندم انت مبدا ان انت بتسامح، مبدا ان انت بتسامح وبتعفو. لا مش دي مش جريمه. هو انت اما تروح تاخد راح فرقه ثانيه دي جريمه؟ لو دي جريمه خلاص، لو انت شايف ان دي مش جريمه خلاص. ما حدش قال انها جريمه. طيب ما انا بقول لك انا ما انا انا مش عايزه. انا رمضان انا ما بقولكش ان هو يرجع الاهلي، بس انا بقول لك انت ما دام انت بتسامح هنا وما بتسامحش هنا بس. يعني الاستاذ محمد ضماطي قال ايه؟ قال مجلس اداره للتوضيح، باب الاهلي دائما مفتوح لكل من لم يتربى على تقاليده ومبادئه طالما قدم الاعتذار المطلوب. حلو من المطالبه دي. ومغلق في وجه من وجهه نظر. يعني ومغلق في وجه من تربى على تقاليده ومبادئه واختار طريق اخر في النهايه. نقطه خالص. ولا فاهم حاجه من اللي بيقوله. بيقول لك ان انت مش ابني ما تربيتش على تقاليدي فانت اعتذرت مفيش مشكله. يا سلام. لكن من تربى على تقاليدي ما غير مسموح. والله. يعني دلوقتي زي يقول لك ايه؟ امام اتغير، هو امام دلوقتي بيقول خطبه الجمعه مثلا يعني ولا ايه؟ يعني عايز افهم. شايف ملتزم اكتر انا شايف. اللي هو في ايه؟ يعني طب امام مع الزمالك كان بيعمل ايه؟ غير مشكله الاهلي. هو كان عنده دايما بيعمل مشاكل مع الاهلي. انت مثلا لما كان بيلون شعره كان عنده مشكله لما حصل. هو مش ملون شغله دلوقتي؟ ما اقصدش. هات لي صوره اخر ماتش. بيعمل ايه؟ انا بقول لك اللي كان، ما بقولكش انه صح او غلط. لا ما انا بقول لك هو امام ما كانش بيعمل مشاكل في ماتش الاهلي. عايز يبين اصل في لعيبه تبين ايه؟ انه زملكاوي ازاي بقى انه يسخن في ماتشات الاهلي والكلام ده. غير كده كان ملتزم جدا. دلوقتي مطلعينه بيخطب الجمعه كل يوم جمعه وبتاع، والراجل رايح جاي على الجامع وبتاع. امام يعني ايه يقول لك اصل، ويطلع ويقول لك اصل اتغير ايه يعني؟ بلاش افوره. يعني هو لعيب كويس وكل حاجه وبتاع، بس اتغير ايه؟ عمل ايه يعني؟ ايه اللي عمله؟ بيخطب جمعه؟ حاجه غريبه. ايوه بقول لك ما بيلون شعره. هات اخر ماتش شوفه بيلون شعره ولا لا. وماله؟ طب ما هو انت، انا بقول لك ما انت بتقول يا اسطى في الزمالك كان بيلون شعره. ما قلتش كده يا خضري. انت قلت دلوقتي انت وقتها حصل مشكله وقالوا اتوقف وحصل مشكله عشان خاطر كان مطول شعره وملونه. وانا بقول لك ان ده صح او غلط. وقتها لو تفتكر فيريرا والاداره، وبعدين قام تاني بعدها بيومين قام رجع شعر اللون ده التمرين. لو تمام تفتكر تمام ممكن نتفق ان ده كان اوفر، انه عادي لون شعر ده. انا عايز اقول ان هو ما كانش كل يوم ما بيعمل مشكله. اصل هو لازم يتصدر يقول لك ايه. طب انا بتكلم على ده اتغير. ده اتغير في ايه؟ انا دلوقتي بتكلم على رمضان صبحي. طب ما انا بقول لك رمضان صبحي حقه امام حقه يخطب الجمعه. انا بقول لك امام حقه يخطب الجمعه. لا لا انت امام؟ لا لا انا مش مقدرش اخطب. انا بتكلم على رمضان صبحي. طب ما رمضان صبحي راجل عادي. ايه المشكله يعني؟ مش الجريمه. انت شايفها عادي؟ انت سامحت الاهلي مش شايفها؟ لا انا شايف، لا انا شايف الحاجات الحاجات اتغيرت. طيب كان في ثوابت، الثوابت اتغيرت. هل يمكن ان يعود رمضان للاهلي في وجهه نظرك؟ لا طول ما كابتن خطيب موجود عمره ما هيرجع طبعا. طيب غير الكابتن خطيب ممكن يرجع؟ ما اعرفش. اصل انت خلي بالك هي اختيارات. انت النادي الاهلي كان بيجدد لرمضان، رمضان ما جددش. دلوقتي النادي الاهلي عنده لعيبه، ممكن يبقى رمضان ممكن متاح للنادي الاهلي، ممكن النادي الاهلي مش عايزه. هي لا انا بتكلم. لا رمضان لعيب كبير يعني كل واحد اختيار. انا بتكلم في موقف رمضان تحديدا. هل ده نتيجه ان الاهلي طريقته كده ولا عشان وجود بس كابتن خطيب؟ يعني ده المبدا بتاع الاهلي سواء كان خطيب او غيره. مش اكيد مش هيبقى السبب وجود الكابتن خطيب. هي نقطه مش هنقول محطوطه، هي نقطه خلاص معروفه.
يعني انت كنت بتدور على وقت محتاج في رمضان، كان اذا لن يحدث ورايك، كنت محتاج في رمضان، رمضان ما كانش موجود. بس لا، هي حتى لو الاهلي يحتاج رمضان، انا بقولها لك وبالفم المليان، طول ما كابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي، رمضان صبحي لن يعود الى النادي الاهلي. ماشي كابتن سيد معوض، شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك. بس ابعت لي بس التسجيل بتاع خطبة الجمعه بتاعت هبعتها لك. قال لك بقى ملتزم، بقى ملتزم، بيروح يغيرته مش عارف. استاذ احمد الخضر شرفتنا ونورتنا، ونتقابل قريب ان شاء الله. لكده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.